نتوجه الكربل ان شاء الله. دائما صدون بالقطار لا والله اول مره على اساس حمله اطلع ما لحقيت على الحمله، ظروف صارت عندي وطلعت الحمله عني. وجيت انا واختي على القطار. شلون التسهيلات هنا زين الاجراءات وهذا؟ اي والله اي والله الحمد لله والشكر نعمه من الله. انا افضل القطار لان القطار اخذ راحتي به اتحرك وهاي فافضل عندي القطار. اول مره اسافر بالقطار؟ لا بالعكس انا سايق قطار. متقاعد. تسهيلاتهم جدا ممتازه للمواطنين وانطلاق القطارات يعني خلال هذه الايام راح يسهل حركه السيارة خصوصا انه قلة السيارات وزحامها والوافدين من الدول الجوار سبب انه زحام في القطارات انه ضرورية انه الاختلاف في هذه المشاكل. بالنسبة للزوار اكو سلاسة بالقطار الحمد لله والشكر. تفضلون السفر بالقطار؟ لا افضل امن وافضل. وين متوجهين ان شاء الله؟ ان شاء الله لكربلاء المقدسة. اقبال كلش قوي وموجود واقبال شديد على القطار واقبال شديد على الزيارة وماشي الامور بصوره جيده وبصوره حسنه وكل زين الامور. بالنسبه للحجز مال المسافرين شلون يتم؟ حجز موجود داخل المحطه داخل المحطه حاليا داخل المحطه وقطارات موجوده ومتوفره وتكفي للناس واكو استيعاب قدره استيعاب عندنا وعندنا طموح نلبي كل نقل الزوار. تسير قطارات زيارة الأربعينية الإمام الحسين حيث تم تسير أربع رحلات كل رحلة تحمل 500 مسافر متوجهة إلى كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين. تسيرات حلوة جدا جيدة. تفضل القطار أحسن من السيارة؟ طبعا أفضل لأن القطار أعمل صح مسافة طويلة بس أعمل من السيارة أكثر السواق ما ينامون بهاي الفترة.